هل ممكن الحول يأذي ابني نفسيا؟ تعالوا نشوف الإجابة في الفيديو اللي جاي ده. ليه بقى؟ لا احنا عايزينك تهدي اعصابك شويه، يعني مش عايزين، بالعكس احنا عايزين نسمع قصه منك عشان الناس تستفيد وتتعلم. يعني اتاثرت، كنت في، فكرناك بايه واحنا بنتكلم؟ كنت في الصغر تاثرت مع المجتمع. مع المجتمع؟ يعني المجتمع نفسه اثر فيك دلوقتي واحنا بنتكلم؟ نعم. طب ازاي؟ طيب احكي لي. تلعب مع اولاد، تروح مثلا عند حد، واحد يقول لك كلام يضربك في قلبك. بخصوص ايه؟ مش فهمت حاجه خالص. ده يعني بخصوص الحول نفسه اللي ضايقك؟ نعم نعم. طب يعني زي بنسميها احنا الكلمه الجديده التنمر، يعني تنمر. ايوه. اليومين دول هنا؟ لا في سنك ده ولا وانت صغير؟ صغير الحين خلاص. وانت صغير كان يقعد يعيروك يقول لك يحول يعني؟ اي نعم. الحين ابني عمره 6 سنوات. ابنك انت؟ ايوه. بدا يوعى. فبيقول لك ليه كان عامله كده؟ بابا ليه هذا؟ عمره قد ايه دلوقتي؟ انت حضرتك منين؟ من المغرب ولا المغرب؟ من المغرب يا اهل المسان. طيب هو حاول خريجي كتير في العين الشمال. خليك بص كده حضرتك عليا العين اليسار. في ناس كتير جدا بتستغرب ان احنا ممكن نعمل عمليه في اليمين، بس احنا هنعمل لك العمليه في الشمال. لكن احنا لو حطينا المنشور ده قصاد العين دي كده، بص على النور بتاعي كده، بص على النور. ايوه. هنلاقي ايه؟ الحول تقريبا شبه اتصلح. يعني احنا حركنا العين اليمين بس الشمال اتحركت معاه. بص على النور بتاعي كده. أيوة. ايوه ركز على النور. ايوه ركز على النور بتاعي. ايوه كده الحول بيظهر. بص على النور بتاعي كده. بص على النور. ايوه ايوه كده. لو حطينا حاجه على العين اليمين نلاقي الشمال اتصلحت. ده المفروض هيبقى الشكل بتاعنا بعد العمليه. ده الشكل بتاعنا بعد العمليه. ايوه. العمليه بنعملها في العضله اللي بتشد لجوه، بنشدها جامد. أيوة. والعضله اللي بتشد بره بنريحها. بالظبط. بتاخد حوالي ربع ساعه. ان شاء الله بعد العمليه هيبقى فيه احمرار شديد بس بيقل مع الوقت. هيقعد يقل لغايه ما يختفي في خلال شهر ان شاء الله. لكن من ثاني يوم بتمارس كل حياتك عادي، تقدر تخرج تروح تيجي. تسوق سيارتك، تغسل وشك. عادي من ثاني يوم كل حياتك عادي. عندي ولد في المدرسه وبعدين وديه وجيه عادي. عادي عادي خالص. لازم النظارات؟ لا خالص مش محتاج اي نظاره بعد العمليه. اسوي العمليه ان شاء الله، واذا نجحت قبل ما يزيد يوعى اكثر. طبعا صح، عشان الموضوع يروح من دماغه ما يزعلوش. يعني ان شاء الله ما يزعل. احنا ان شاء الله حتى يعني هو ما يحصل له تنمر. طبعا مع الاولاد في المستقبل يعايروه بابوه. اي نعم. حتى هو ما يحس يعني صح. كما حسيت انا. سلام. النهارده لا هنعمل لك العمليه زي ما اتفقنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكون عند حسن ظنك كده ان شاء الله. يعني عبد السلام داخل العمليه بقى ان شاء الله. ربنا ان شاء الله تنجح العمليه على خير عبد السلام ان شاء الله. يعني متفائلين يعني ان شاء الله حبيبي. بين الموضوع اهو يعني ايه درايف ان شاء الله يبقى كويس بعدها والدنيا تبقى احسن كتير ان شاء الله. ننضف له عشان نطلعه الغرفه بتاعته يستريح بقى ان شاء الله ونشوفه هناك. دلوقتي هنتعقم عشان نعمل ايه عمليه عبد السلام. الراجل يعني من زمان يستني يعمل عملية، ما كانش يعرف اصلا ان ممكن نصلح له الحوض. احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا. برضه احنا كمان بنتعقم ان شاء الله. العملية بتاخد حوالي 3 ساعة وبعد العملية بنرجع لكم تاني ان شاء الله. نشوف عبد السلام في الأوضة ان شاء الله. جميلة والله، جميلة خالص. لو عندك او عند اي حد يهمك مشكله في عينيه ما تترددش تتصل بينا في طبيبي.